تقدم غير مسبوق أحرزته الفصائل الثورية داخل العاصمة دمشق في محاولة يبدو أنها تكللت بالنجاح لربط حيي القابون وجوبر وتخفيف الضغط عن محوري برزة وتشرين بعد ساعات من تمكن قوات النظام من تحقيق تقدم فيها. المعركة التي أطلق عليها يا عباد الله اثبتوا بدأت فجر الأحد بتفجير عربتين مفخختين استهدفت حاجز سيرونكس ومنطقة رحبة الدبابات، تلاه اشتباكات عنيفة في محوري كراش وتورا، وفي الوقت الذي شهدت فيه المنطقة غارات جوية عنيفة وقصفا مدفعيا متبادلة، أعلن الثوار تمكنهم من السيطرة على المنطقة الصناعية واقتحام منطقة الخماسية وقطع أستراد العدوي ناريا والسيطرة على أجزاء واسعة من كراجات العباسيين، إضافة إلى رصد الطريق المؤدي للساحة. نحن هلا على أطراف حجوبار دمشقية، بس وعدينا وطلبوا منا إنه ما ننشر وما نحكي شيء، بإذن الله في أخبار كثير حلوة وبتصدق لكم. قوات النظام بدورها استنفرت ضمن الأحياء المجاورة وسط أنباء عن انتشار الحرس الجمهوري لديها في مبنى الإدارة المحلية ومنع السكان من الخروج وإغلاق طريق شارع خوري وساحة العباسيين وطريق أستراد الفيحاء. معنا ننتقل مباشرة إلى موفدة الإخبارية. وبالرغم من استنفار النظام وانتشار آلياته الثقيلة في شوارع العاصمة، إلا أن إعلامه الرسمي لا يبدو أنه مبال بما يجري رغم تناقض مزاعم مراسلته التي أكدت مرارا أن الأوضاع هادئة والحياة طبيعية. من يرافق إنجاز الجيش العربي السوري مثل هكذا إشاعات ومثل هكذا تضليل إعلامي اعتدنا عليه إياد واعتدنا وخبرناه جيدا. يعني هناك قذائف يعني كما سمعنا قبل قليل. انتقام نظام يبدو أنه صب على مدن الغوطة الشرقية حيث قصفت طائراته الحربية ومدفعيته الثقيلة مدينتي حرستا وعربين، ما أوقع 8 شهداء وعشرات الجرحى. نحن ما بنتأمل غير النصر من الشباب يهلك النظام. أقرب نقطة إلى وسط العاصمة تفتح الباب أمام توقعات واستنتاجات عديدة، لعل أبرزها تغير استراتيجية الثوار في شن المعارك والتركيز على مناطق استراتيجية ومدن كبرى، والحالة الحقيقية لقوة النظام العسكرية وقدرته على السيطرة ميدانياً.